بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كبر تحواتين حتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بار مسناي رمضان مؤتو التحيزو دمت زلو حتتات نعوء علماء انتايلم كمزملسو بحادة حبيرنا كرئينا كابتي حتتات تحتيزو زلو أفطرت أياما من رمضان بسبب الحيد. قالي كاب كفلتات ناي رمضان افتيرا نيري السودما بمقنيات سجيات ويناي ديتاتي دم بممزقو مالتيو. وهذه من عدة سنوات إذا خاب زخون نويح عامتات كوينو ولم أسم هذه الأيام حتى الآن كساب زاحج سعد ماني رمضان آتيوين أيت أم كونن أي قد كونن، فماذا علي أن أفعل؟ اتخي قبرو زلني انتايو. الحمد لله، قال الله تعالى بالنسبة للقضاء حادسب أب رمضان انت دا أفتيرو كالي مع التختك إن كم زلو بمقنيات نزفت رسب ربنا عز وجل أب قرآن أب سورة البقرة كلت جزي استدقا قمت آية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى له. زي أم بل 284 آية دلا كمونا بم بل 285 آية زلا، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر زبلا لمالتيو. علماء كلاتهم اتفق الأئمة على أنه يجب على من أفطر من رمضان أن يقضي تلك الأيام قبل مجيء رمضان التالي. كلاتهم علماء استسامة معلو حادسب انتداء أب رمضان بعزري شرعي أفطر نيرو إذا رمضان نزي إزين أفطر وزلو معالتي كتكأن اللو قدمتك هالأي رمضان كير كبو أنكلو يبلو معلتهم نزخ أني كال أي رمضان كركبو يبولون كي قدين كلو زبلو وزلو مرتعناتو دماني أب رواية البخاري ومسلم زر زلو حديث عائشة رضي الله عنها قالت انتاي تبل كان يكون علي الصوم من رمضان كاب رمضان دفتركو قلي معلتاتي هلو النمو فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. تقالت إفي أب شعبان تزي كوينو كويتس أمو كساب شعبان قن يزنحوني ري إبلا ستنا عائشة، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستي كونتاتنا رسول صلى الله عليه وسلم زنبركو أب شعبان تزي كوينو كدميو أيت أمو نيري إبلا. الإمام حافظ كابزا حديث زي أنتين رد إبل ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان رمضان كير كبان كله شعبان مسأته تقالات إفا متأمة أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر. بأري كم زي فكر يرد أنا كساب كالأي رمضان كركبكا كم زي بلو كم زي رد إبل مالتيو. فإن أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي فلا يخلو من حالين. انت دا حادسب أب رمضان انت دا أفطيرو بعذر شرع مالتيو كيك أديو كساب اتخال أي رمضان انت دا أركبو كاب كل التخونتات الزبزي كوتس أي كيلينيو. أولا تقدميتي أن يكون التأخير بعذر مخنيات سلزلو يوزي أب رمضان دنبورو دنبرا كيك أديتون كلا كال أي رمضان در كبادلو قدامي مخنيات كل ويخيلو كساب زخال اي رمضان زي مصنحا كما لو كان مريضا واستمر به المرض من الباش اب حمام نيرات خون بزخون يكون عذر دخون قبول زخونن خصوم زيت خللو مخنيات اغاطيموا يخون كساب زخال اي رمضان زي اركبوا زلو. انت دا خمز خوينو دماني بعذر انت دا خوين دماني وليس عليه الا القضاء فقط انت تزقبا انت دا تباهلو قضاء طرحيو زلو مالتيو. فيقضي عدد الايام التي افطرها تن معلتات حمشت معلتين شدشت معلتين عسرت معلت زفت اركن
نعن ابتز طعمو غزي كصمو الله زي رمضان زي حدش اركبو زلو نعود أيمو بدحرقو نتن نايكد محجز نبراني عمد دماني يقاديين مالتيو مخنياتو بعذر شرعي سلزدون قيو مالتيو. الحالة الثانية تخليت دماني أن يكون تأخير القضاء بدون عذر بدي عذر كهون المخنيا زي بلو سوئلو لو مخدس أو ميت بحكت أو مين دابل انت دعا كوينو زدون قيو جن. فهذا آثم بتأخير القضاء بدون عذر علماء تايبلو قال أي رمضان كركبك كيت أم كاين يتقدم أي رمضان أفتر كايز نبرك بمخنيات إزينا بحقي زنبن يا سبيبلو. واتفق الأئمة على أن عليه القضاء كت أمن دماني ألو وقال أي رمضان أركبولو ولو إن تركبو خلت رمضان وإن تخون إذن مع التاتزيات كقادين ألو، ولكن اختلفوا هل يجب مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكين مو بزي مخنيات بمفتارو سني بزي مخنيات تن افتيروون زنبره بزي مقدايو سني امو خ ناي كلاتن ناي تن معلتات زدنغين اربعه معلت نيرونو خي قدين كلو حمشت معلت كلو كي قدين كلو اذا رمضان قال ايتي انت دا اركيباتو حجي كتكان كلو دحر زار رمضان زي امستن قضا اندا غبرس اطعام يغبردو اي غبر نزبلغن علماء اختلاف غيرهم مالتهم. فذهب الائمه مالك والشافعي واحمد ان عليه الاطعام سلسته مذاهب يصومن مغنياتو قديتو يخصومن كقادين الله كومو دماني قال اي رمضان سلزركبو بزي مغنيات دماني مستن دصومن زلو معلتات ني حمشت دين ويني عسرت معلتات دماني كند اندماني نمسكين دماني يبلع لهم. واستدلوا بذلك واستدلوا بان ذلك قد ورد عن بعض الصحابه مغنياتو كم زعنت زي اطعام كبلع على وزبل كاب قلة قلة صحابة كم بعل أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم سلزبولو يبلو. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إمام أبو حنيفة قن تايبلو إلى أنه لا يجب مع القضاء إطعام كبلع قديتو أي كونن راحة أفتير وانزلو أدونج وانزلو مع التات رمضان كساب زركبون عنقن كتس أمن ألو ويبل مغنياتو. واستدل بأن الله تعالى لم يأمر من أفتر من رمضان إلا القضاء أب رمضان زفت أرسب كقدي كم دلو إذا أرب عزيز النامبري ولم يذكر الإطعام إطعام زبل أي تذكرنا اللو بقرآن. ولذلك ربنا عز وجل بقرآن تايلو ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى زبل يبلو مالتهم. وهذا القول الثاني اختاره الإمام البخاري هو قضاء دعنبري اتعام سني يبلون نزبل إمام البخاريون نعو يوم مريض أمه مالتهم. ولذلك انتايلو قال إبراهيم يعني النخعي إبراهيم النخعي سن انتايلو إذا فرط حتى جاء رمضان آخر انتدعى بدي مخنيات حدث نتزن برو قضاء ني رمضان كيت أمه قال أي رمضان انتدعى أركبو ولم يرد عليه الإطعام قضاء أخ جبر بردلو إطعام زبل أب شرعي يلن حديث صحيح قن ويدماني أب قرآني بالمالتيو. ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم ابن عباس وأبو هريرة قن كبل علو إلهم. ولذلك إمام البخاري تايلو بدحريو ولم يذكر الله الإطعام إنما قال فعدة من أيام أخر عدة من أيام أخر إذا أتباه الزولنبري إطعام أي تذكر نبل. ولذلك شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وهو يقرر عدم وجوب الإطعام إطعام دبل مرتع يبل نبل. وأما أقوال الصحابة فإن في حجتهما نذر نتي إلى مزلو ناي صحابة نعؤو من الباش قال تعزبتي يدلي يخون إذا خالفت ظاهر القرآن مخنياتو مستي قلت زخوننا القرآن أختلفوا سلزلو ويتفلالي سلزلو. وهنا إجاب الإطعام مخالف لظاهر القرآن مقبول كتب الله على كم الزاقدة نكتب له مستانا القرآن عيت السانين الله لأن الله تعالى لم يوجب إلا عدة من أيام أخرى ترحلوا ربنا عز وجل اتني بعد أبي هريرة ابن عباس إلى مزلو دماني إطعام يمكن أن يحمل على سبيل الاستحباب مستحب دا يقول اللنبري لا على سبيل الوجوب نقدنيو كنبل أين خلنا إبل. فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يلزمه أكثر من الصيام أبزا قد
إطعام دبل مالت الشرع وزخون مرتع سلزي له بمدون قايو وزنبنيا إزولو أنت خونقن كقاديو ترحيو زلو إبل مالتيو وإذا احتاط أنت دا أحد سب دماني آنس احتياط أن دحان أدونجين اللقو أبزنبوين وديق اللقو بمدون قايو كال أي رمضان بمركابو إطعام وين كبل لعوين مسكين كندتن معالتات زف دقادين دلقو أنت دا أيلو خاني ذلك كان حسنا إذي تصبو زبالت ايكن بل نخيل مالتيو وعلى هذا السائل حجينة حتى تايز حتى تكسب كال اي رمضان اركبوني كي قدخو زبال زلو انتاي بحال مالتيو انتدعا بمخنيات انتدعا خوينو ادونجي ودولو كسب كال اي رمضان اركبو زلو إذي ولا حانتي ابشر عد التحازلو ايكونن انتخونا قن نخمزي بمخنيات سلازخونا مالتيو انتدعا بتفريط انتدعا خوينو بناتو شللتنت انتدعا خوينو قن إذي زنبنيا إيو نبل مالتيو كومون علماء انتابلو ومن أفطر ولو يوما واحدا من غير عذر بدي عذر كأن حدث بسؤلو عب رمضان بحانت معلتون انتدعا أفطرو فقد آتا كبيرة من كبائر الذنوب عبي زنبي إيجيرو دولو وعرض نفسه لسخط الله وعقابي أما قطعتنا ربي وين نفسه أقالي تقول مالتيو ويلزمه التوبة الصادقة النسوح ني تصوري زخني توبة تعساز اللو كقبرا اللو ويلزمه قضاء ما أفتر تنزفت أنا مع التدماني كقديان اللو يبلو أكثر قول أهل العلم مالتيو وحكى بعدهم الإجماع زوين إجماع زبلوين اللو مالتيو ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد.